السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه واخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وسعادة وسلامة دايما يا رب، وفي احسن حال وافضل حال دايما يا رب. الجريمة اللي بنتكلم فيها دلوقتي هي جريمة ام ما عندهاش احساس امومة ولا شفقة ولا رحمة ولا اي حاجة خالص في الدنيا. ام، انتوا عارفين انتوا الفيلم بتاع الليمبي لما كانت عبلة كامل بتقول له حبيبي مطوتك في جيبك وسندوتشاتك معرفش في زمزميتك ولا ايه؟ هي دي الام بالنسبة لها، ان بنتي حبيبتي مطوتك في جيبك، اللي يضايقك في وشه عوري. الضحية بتاعتنا مريم عاطف. مريم عاطف النهاردة من المرحلة الاعدادية من محافظة القاهرة وبالاخص من الزاوية. مريم عاطف كان عندها امتحان وكانت طول الليل والنهار بتذاكر، بنت مجتهدة عايزة تطلع دكتورة، عايزة تطلع مش مهندسة، بنت مجتهدة بتذاكر. راحت امتحانها وهي قاعدة في الامتحان وبتحل والدنيا معاها كويسة، لقت البنت اللي وراها اللي اسمها مريم برضو. مريم السؤال الاول اجابته ايه؟ شت. مريم طب السؤال التاني؟ مجتهدة بتذاكر فبتحل مش فاضية، واللي وراها بتغش. نسيت اقول لكم، احنا كلنا بنغش في الامتحانات بالذات. ده انا لو عارفة اللي جابها غش عشان اتأكد اللي انا بكتبه. انما واحدة زي مريم عاطف دي كانت واثقة من كل كلمة هي بتكتبها. انا لسه مذاكرة الكلام ده امبارح فهكتبه. ردت بقى مريم اللي ورا، قالت ايه لمريم عاطف؟ بنفس اللفظ، والله لخليكي تندمي انك اصلا ذاكرتي. وفعلا تاني يوم على طول وكانت مريم عاطف خارجة من المدرسة بتاعتها، وبصت لقت مريم صاحبتها اللي كانت قاعدة وراها في الامتحانات جاية هي ومامتها. ومامتها قامت جاية مدياها سلاح ابيض، مطوة، حاجة كده مشرشرة، ايا كان سلاح ابيض. خدي يا حبيبتي مطوتك اهي، خدي حقك وما تخليش حد يضايقك، في وشها وعلمي عليها. وفعلا مريم خلت مريم عاطف ماشية وقامت جاية في وشها مدياها لها، لدرجة ان مريم عاطف المواطنين اللي في الشارع جريوا عليها وخدوها على المستشفى، اتحطت تحت العناية المركزة، خدت 36 غرزة. متخيلين طالبة اعدادية في وشها علامة ب36 غرزة؟ ده يدي حال الناس بيه. انتوا النهاردة لما بتشوفوا النهاردة اي راجل اي شاب اي بنت ماشية في وشه علامة صغيرة، حتى لو كان بيحلق كده وعور نفسه، ولا بنت بتعمل حاجة وعبرت نفسها، دي 36 غرزة يعني جاية لها كده، هيكون ايه وجهة نظركم عنهم؟ اول رد فعل دي تلاقيها رد سجون، دي تلاقيها من تربية الشوارع والسوابق والحاجات دي. شوهت منظر مريم عاطف. الشرطة دلوقتي بتبحث عن مريم وامها اللي عملوا فيهم كده، اللي عملوا في البنت دي كده، وهتجيبهم. وانا من مكاني هنا دلوقتي بقول انا عايزه حق مريم عاطف، انا عايزه حق البنت دي اللي مستقبلها ومستقبل ملامحها اتدمر عشان كانت بتذاكر. ندمتيها فعلا ان هي ذاكرت، لكن انت مين يندمك؟ دور الحكومه هنا مهم جدا جدا، ودورنا احنا كبني ادمين مهم جدا. بنطالب بحق مريم عاطف، وان شاء الله حقك راجع لك، واللي عمل فيكي كده هيتعامل فيه اسوأ بكتير من كده، اصلها دين تدان ولو بعد حين. كانت معاكم المستشارة القانونية أمينة سيد، وان شاء الله على لقاء اخر وفيديو جديد باذن الله. شكرا، سلام عليكم.